أهلا بكم وحلقة جديدة من خمسة رياضة. اللي سمع الكابتن محمود الخطيب الحقيقة في اللقاء التلفزيوني اللي عمله في قناة النادي الأهلي يقدر يحس بسهولة شديدة جدا. النادي الأهلي ليس في أفضل حالاته، النادي الأهلي عنده مشاكل ومشاكل كبيرة، لكن اللي نقدر نتكلم فيه إن النادي الأهلي نادي كبير ونادي عريق، وكثيرا ما مر بهذه الظروف وتجاوزها بما هو أفضل. أنا هذكر فيها مرتين. المرة الأولانية كان في بداية السبعينيات، النادي الأهلي كان في المركز السادس، ومع هذا قدر في يجيب مدرب كبير جدا وقتها، مستر هيديكوتي المجري. مستر هيديكوتي جه وجاب معاه، طلع معاه شوية لعيبة جامدين جدا، كان من ضمنهم الكابتن محمود الخطيب والكابتن ثابت البطل، الكابتن إكرامي، مجموعة كبيرة جدا جدا من اللعيبة المميزة، لا أريد أن أنسى أحدا. لكن قدر بهذا الفريق إن هو يعيد السيطرة مرة أخرى على مقاليد الأمور في الكرة المصرية، ويفوز ببطولة الدوري عدة سنوات ورا بعض. مع بداية الألفية الجديدة النادي الأهلي تأثر كثيرا وضعف مستواه، كانت النتيجة إن النادي الأهلي قدر مرة أخرى يجمع مجموعة لعيبة من المواهب الحقيقية في الكرة المصرية، من ضمنهم كابتن أبو تريكة، الكابتن محمد بركات، كابتن عصام الحضري. قدر مع هؤلاء جميعا ان هم يحتفظوا بدرع الدوري لسنوات وسنوات. فيعني يمكن الصعوبة اللي فيها الأهلي هذا الموسم من وجهة نظري طبعا انه مفيش مواهب حقيقية في الكرة المصرية ممكن تقول عليها انها يعني تقدر تكسب وتعمل نتائج مبهرة لو حصلت على هذه الفرصة. كل ما أطلبه من حضراتكم إنه سواء كنا أهلوية أو زملكاوية أو أي نادي آخر، إننا نعرف إنه صحة الكرة المصرية في تفوق وتألق ناديي الأهلي والزمالك. يعني الأهلي بدون الزمالك ما يبقاش ما يقدمش كرة كبيرة، كرة عظيمة، والزمالك بدون الأهلي نفس الشيء. وكل ما أتمناه المزيد من التوفيق لجميع الفرق وليس الأهلي والزمالك بس. شكرا.